ماتش ديربي وين نعرفوا الماتش ديربي يكون فيه حساسيه بين الفريقين، ما صافي بيان اونطوم ما لعبوش بيناتهم. الحمد لله اليوم كنا كيما نقولوا بيان بلاصي، ما لعبناش اللعب تاعنا اللي مدارين لعبوه. اليوم كانوا شي عوامي كانوا كونتر علينا، مام هما اليوم لعبنا حنايا دخلوا هما موتيفي باسكو هما اللي غادي يلعبوا كونترنا، كانوا موتيفي باش يربحونا. الحمد لله اليوم ربي وفقنا وين ربحنا الشامبيون ليسونسيال ثلاث اربع فوا. الحمد لله هذا الماتش ساعدنا في لاسويت تاع الشامبيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربي الاحساس تاعي انا، المدرب راه كي دار فيا الثقه دخلني سجلت هدف ثاني وعاون صحابي، وحنا كي نمركي انا ولا نمركي فلان راه ربح الجروب ربح والوداد ربحت ان شاء الله يا ربي. ما يخفلكش المباراه كانت صعيبه امام فريق جار قوي، والحمد لله يا ربي ليسونسيال كي تشوف الناس فرحانه كيما هكا الحمد لله يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا منا نشكر اللعابه داروا مقابله، نشكرهم بزاف، حضرنا المقابله تاعنا، ونشكر الطاقم الفني اللي كان واجد اليوم، والحمد لله ربي درنا ثاني مقابل هذا. بصح النتيجه على ما اظن تحكيم ظلم الفريق، كنت تشوف الهدف الثاني اللي تسجل بيدات، الهدف الثاني اللي تسجل شوفوه بالك راني غلط بالك يشوفوه هدف ثاني سما نقولوا حكم اثنين تراجم صغار واحد. المقابلة الأولى من الصعب من تبدا مقابلة أولى بديربي، يعني منافسة باش تبدا منافسة تاع البطولة بديربي. نظن احنا حضرنا الفريق في ثلاث شهرين في الطاقم، دونك لقينا المقابلة الأولى لعبناها في الكازون من الحظ تاعنا من سوء الحظ تاعنا كانت سقطت الامطار عرقلتنا كاع التسيير تاع المقابله، ما قدرناش نتحكموا في الكره كما يلزم الحال. حنا المهم المقابلات هادو سيتو الولا الديربيات يتربحوا ما يتلعبوش، هذا اللي دخلناها في راس اللاعبين. سجلنا كانت عندنا الاسبقيه في الشوط الاول، حاولنا باش نعزوا الاسبقيه تاعنا في هدف ثاني، لكن للاسف تلاقينا هدف، هذا الهدف اللي خلانا نتحروا اكثر وندمروا اكثر الفريق باش نسجلوا الهدف الثاني. الحمد لله جا في الوقت الحساس. Yeah.